بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا مش هيسيبك، بس عشان تحس انه دايما جنبك تعالوا نفحص صلاتنا. احنا في موسم الصلاه والصوم، واهم عمل بنعمله هو الصلاه. والصلاه يبدو عند بعض الناس انه حاجه يعني على الماشي كده، انما الحقيقه عمل الصلاه زي ما قالوا الاباء القديسين هو أهم عمل بيعمله الإنسان في حياته، لأن التواصل مع الله يخلي كل الأمور تمشي لوحدها. اطلبوا ملكوت الله وبره، وهذه كلها على الطلب، على البيع، تزاد لكم. اللي عاوز يمشي حياته سهلة يركز في صلاته، واللي عاوز كل مشاكله تتحل يخلي الصلاة هي عمله الأول. فتعالوا بقى في فترة الصوم نفحص صلواتنا، لأنه أحيانا بيبقى الواحد اتعود يصلي، لكن زي ما قالها واحد من القديسين، الصلاة دواء لو خدته بطريقة غلط ما يجيبش أي مفعول، وساعات يجيب مفعول مش كويس. لكن لما تصلي باستخدام الدواء بالطريقة السليمة تخف من كل أمراضك. أول نقطة عاوز أقولها لكم، هل الواحد فينا لما بيصلي بيصلي بثقة؟ ربنا يسوع له كل المجد اهتم بالنقطة دي. طبعا لو انا سرحان يبقى مفيش ثقه، لكن لو انا بكلم ربنا بتركيز وبرمي عليه واثق فيه، بقول له انا عارف انك معايا ومش هتسيبني، الثقه تخلي الصلاه فيها حراره وليها طعم كده ومبهجه معزيه. انما الصلاه بدون ثقه زي ما قال القديس يعقوب المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، لا يظن ذلك المرتاب أنه ينال شيئا من عند الرب، مش هياخد حاجة. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. يبقى هنا الثقة في أن ربنا سمعني وبيقبل صلاتي، لأني بطلب أمور روحية، بطلب مشيئته، بطلب ملكوته، بطلب بره، وواثق أنه بيعمل الخير، فأنا بطلب الخير وبطلب أنه يغيرني وأنه يسامحني، كلها طلبات حلوة حسب مشيئته، وبطلب خلاص الناس وخلاص العالم، دي بتفرحه. إذا أنا واثق إن طلبتي مسموعة ومستجابة، مش بس مسموعة كمان مستجابة، بس في الوقت وبالطريقة اللي هو يشوفها. اللي بيتكلم بالدالة دي، بالعشم ده، بالثقة دي، طبعا صلاته قوية ومعزية. فنراجع أول نقطة، يا ترى كل مرة بقى فصلي أنا عندي ثقة في ربنا، ولا الثقة واقعة مني، ولا أنا بصلي وحاسس إنه هو مش سمعني، أو أنا بكلم روحي، أو أنا بقول كلام بس عشان ضميري يرتاح، أو ما يمكن ربنا مش بطل يحبني والشك يلعب بدماغي، كل ده يضعف الصلاة ويضيع قيمتها. لكن طالما بنتكلم عن الثقة في الصلاة، هنا لازم كمان أراجع نوع طلباتي. لو أنا بطلب طلبات مادية، ما يمكن دي تكون غير مشيئته، يبقى لازم ارتفع عن الطلبات المادية، اترفع عن الامور الارضية. يا رب انا سايب لك الدنيا، مشيها زي ما تمشي، بارك، استر، سد احتياجات ولادك، لكن انا مش هشغلك بالموضوع ده يا رب، هشغلك بالموضوع المهم، خلاص نفسي وولادي وحبايبي والعالم كله. يبقى هنا راجع كمان نوع طلبك. وبعدين فاكرين حركة القي على الرب همك دي، ارمي. يبقى انت داخل في الصلاة تقول له ايه الموضوع ده مضايقني يا رب، عليك. فلان ده تعبني يا رب، مش عارف احبه، برضو عليك، خليني احبه. المشكلة دي يا رب اهي، خدها برضو، مش هفكر فيها تاني. المهم التقيل ده ارقي على الرب، اقعد ارمي ارمي ارمي، هتلاقي نفسك سعيد جدا. ليه؟ لانك واثق انه بيشيل. استخدم كلمات الثقة، أنا عارف إنك معايا، أنت مش هتسيبني، أنت قلت أنا معك، أنت قلت كل الأشياء تعمل معا للخير، أنت قلت. دي بتدي ثقة وبتدي طعم للصلاة. تاني نقطة، افحص صلاتك، هل تصلي بفرح؟ كتير مننا لما يدخل على الصلاة يدخل بنظام إيه؟ واجب يتقضى، ويوه جه وقت الصلاة بقى، فكأن ملوش نفس. طبعا ده يضيع طعم الصلاة خالص وبركاتها. تداخل على الصلاة هتقابل ربنا، هتكلم ربنا اللي في إيده الكون ده كله، وربنا مستنيك ومركز معاك. فدي لحظة مبهجة،
هو الطفل اللي بيجري على حضن أبوه مستتقل اللحظة دي ولا سعيد بيها؟ هي الأم لما بتشيل ابنها من على الأرض، الابن ده الطفل ده سعيد ولا متضايق؟ هي العروسة لما بتلاقي عريسها فتح لها أحضانه، دي لحظة مبهجة ولا كئيبة؟ إذن دخولنا على الصلاة لازم يكون دخول ببهجة بفرح، ولازم نستحضر مشاعر الفرح، لأنه بيقول اعبدوا الرب بفرح ادخلوا إلى حضرته بترنم. يبقى الواحد داخل فرحان، أشكرك أني عندي رجلين تقف وعدين تترفع ولسان يقول ودماغ تفكر وعينين تشوف، كتر خيرك، ده أحلى حاجة اللي بنعملها هي الصلاة. يبقى هنا افحص صلاتك، أنت بتصلي بأي شكل؟ يا بخت القديسين لأن صلواتهم مفرحة، فلما يصلوا طول الوقت فرحانين طول الوقت، والفرح بيزيد مع الصلاة لأنه بيدي امتلاء بالروح. يا ترى صلاتك مليانة فرح؟ لك أغلب المزامير فيها كلمة فرح وبهجة واعترفوا للرب لأنه صالح، والكلام كله مشجع جدا. كمان مجرد أنك متأكد أن ربنا سامعك، طب ده اللحظة دي خطيرة جدا، ده لو جالك تليفون من حد مهم بتفرح، بتقفل السماعة، بتبقى عاوز تقول لكل اللي حواليك على فكرة فلان كلمني، وتبقى يعني طاير من السعادة، فلان ده يطلع مين؟ ايه رأيك ربنا بيكلمك في الصلاة وانت بتكلمه في الصلاة؟ وده كلام بجد وحقيقي. طبعا دي اجمل لحظة، مش هتمشي تقول للناس كلمت ربنا ورد عليا، بس هو ده الحقيقي وده اللي انت المفروض تعيش فيه. الروح القدس الساكن فينا يفرح بصلواتنا لما نصلي كما يجب. هنقول دلوقتي كل اشكال الصلاة الصح، نصلي بثقة ونصلي بتواضع ونصلي بحب ونصلي بتركيز ونصلي بجهاد، كل ذبائح الصلاة الحلوة دي خلي الروح القدس يملانا بالفرح، لأنه روح الفرح يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يبقى لحظة الصلاة دي لحظة بهجة، عشان كده أي إنسان يعاني من كآبة أو أفكار حزينة أو بيستسلم للنكد والهم حتى لو كانت خطاياه هي السبب، ده نقص الصلاة. انت علاجك ادخل على الصلاة لأنها تولد الأفراح الروحية. ثالث نقطة، يا ترى وإحنا بنصلي، إحنا بنقول نصلي بثقة ونصلي بفرح، هل نصلي كما يجب؟ يعني إيه كما يجب؟ يعني في ناس تقول لك أنا هكلم ربنا بطريقتي، كلمه بطريقتك، محدش بيقول لك لا. بس الإنجيل والكنيسة قالوا لنا في صلوات كما يجب، اللي بنسميها الليتورجية، يعني الكلام اللي الروح القدس نطق به الكنيسة من خلال داود النبي، من خلال اللاويين، من خلال رب المجد يسوع نفسه لما علمنا أبانا الذي. إذن الصلوات المنتقاة دي طبعا لها قوة خاصة بيها، عشان كده الشيطان تلاقونا ساعات يسيبنا نرتجل، لكن نيجي عند الأجبية أو الإبصالمضية أو الخلاجي نهمل. ليه؟ يقول لك أصله كلام مكرر، مكرر ده كلام ربنا، ده صلاة بالروح القدس، دي أقوى صلاة، ده هي دي اللي تدي العمق وتدي الروحانية وتدي التغيير وتدي كل حاجة. في أفسس 5 يورينا القديس بولس إن دي كانت صلواته، بيقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. يبقى من بره في مزامير وتسابيح، واضح انها مقننة معروفة معتمدة، ومن جوه في بقى صلاة داخلية طول الوقت زي صلاة يسوع لما يقول اسم الرب برج حصين. اذا تذكار اسم الله ده لترجيه، ده صلاة كما يجب، انك تحط اسم ربنا يسوع وتحط الصرخة اللي وراها او الطلب في قوة. يركض اليه الصديق ويتمنى، بناخد مناعة روحية من الشياطين، من الأفكار، من الشهوات، نحس أن ربنا معانا ومش سايبنا لما تصلي صح. فاللي حاسس أنه ماشي لوحده، أن ربنا بعيد عنه، أن الدنيا ملطشة معاه، صلاته ضعيف، مش بتصلي صح. بتصلي قداسات إزاي؟ بتصلي الأجبية إزاي؟ تقضي وقت في الصلاة قد إيه؟ حفظت مزامير ولا لا؟ بتقولها بتركيز ولا لا؟ الصلاة كما يجب نتائجها فعالة جدا، إنما الصلاة مش كما يجب نتائجها ضعيفة جدا. فتلاقي الواحد بعد كده يقول لك يعني هي عاملة إيه الصلاة؟ ما أنت ما كنتش بتصلي صح.
يقول القديس بولس أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا. يبقى احنا الروح القدس يصلي جوانا لكن مخنا شغال، حضور الذهن في الصلاة أساسي، كلمات الصلاة معزية ومغذية. فما ينفعش نبقى سرحانين، ده ممكن جملة واحدة في صلاتك تستهويك، تملى عقلك، تحرك قلبك بمشاعر حلوة. إذا أصلي بالذهن يبقى ضروري في الليتورجية، حتى لو هي صلوات مزامير أو القداس، برضو ذهنك حاضر. أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا. تعالوا نفحص صلواتنا، معنا كنز اسمه الصلاة، ممكن يغنينا جدا ويغير حياتنا، والسماء تبقى جوه قلبنا بس لو صلينا صح. نصلي بثقة، نصلي بفرح، ونصلي كما يجب. في فحص الصلاة كمان كنيستنا علمتنا نصلي بسجود وخشوع. النهارده في شباب يقول لك انا هصلي وانا على السرير. ليه ما عندكش رجلين؟ ما عندكش ايدين ترفعهم؟ ما عندكش وقفه محترمه؟ طب ده في الجيش بيقفوا ادب كده عساكر بالساعات، ده قدام قائد ارضي، هنقف قدام ملك السماء بميوعه؟ وبعدين تقول مش حاسس بالصلاه. طبعا مش هتحس بالصلاه. الصلاة بسجود وخشوع، المطنيات في الصيام، الوقفة الجادة دي، التركيز الشديد، غمض العين، رفع الإيدين، الحاجات دي كلها تمثل خشوع. والخشوع ينتقل من شخص للي حواليه، والاستهتار بينتقل كمان. لكن في كنيسة الناس لما تكون بتصلي بخشوع حقيقي، طبعا السماء فرحانة ومفتوحة. لما بيقول في المزمور أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. يا ترى احنا داخلين الكنيسة بخوف ربنا وبنسجد، ولا كما لقوم عادة حاسين بهيبة حضور الله واقفين قدامه وقفة جادة، ولا نبص حوالينا ونقعد نتاوب ويمكن نطلع الموبايل ونبص فيه، أمور لا تليق أبداً بالحضور الإلهي. وطبعا تنعكس على قوة الصلاة. اللي بيصلي بخشوع ربنا يديله نعمة الفهم، نعمة الإحساس. لكن ما فيش خشوع يبقى ما فيش نعمة. فتلاقي نفسك صليت مملان، زهقان، عاوز تخلص الصلاة. ليه؟ انت مش واخدها جد. كمان السجود للآب بالروح والحق، زي ما قالها المسيح في يوحنا 4، السجود للآب بالروح والحق، والآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. يبقى ربنا بيبص على سجادتنا، عبادتنا المستقيمة النقية اللي فيها خشوع، لأنه لما حد بينحني أمام الله، دي تعبيرات مليانة شكر ومليانة تواضع، مسكنة بالروح، تذلل، طلب توبة، خشوع وخضوع، حاجات حلوة قوي، فضائل كتيرة قوي في حركة السجود. كمان حتى في رشم الصليب عاوزين نبطل الكلفات، ما نرشم الصليب بذمة. يعني واقفين قدام الملائكة نستكتر نذكر اسم الآب بكرامة فوق راسنا، والابن اللي بقى واحد مننا، والروح القدس اللي دخل قلبنا، ونعلن إيماننا بالله الواحد. ده قوة. رشم الصليب يدي قوة روحية. طب الحركة البسيطة دي نستكتر نعملها؟ طب احنا عاوزين نعيش ضعف على طول، والشيطان يقوى علينا في أفكارنا ومشاعرنا وأجسادنا، عشان حتى رشم الصليب بنعمله كالفات. يبقى الصلاة بالخشوع والسجود تحمي الصلاة، تخليها كده إيه، صلاة سخنة تأثر فيك وفي الدنيا كلها. تعالوا نفحص صلواتنا كمان، هل نصلي بتوبة؟ أجمل صلاة هي الصلاة اللي فيها توبة، لأنه القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله. وجربنا في الكتاب كل صلوات التائبين طبعا مستجابة جدا. شوف بقى عندك داود مزاميره اللي كلها توبة، شوف موسى لما بيتوب مطرح شعبه، نحمية وهو بيتنهد، دانيال وهو بيصلي، العشار ايه، زكا ايه، كل دول ناس تائبين. لابن الضال صلواتهم عملت معجزات. طيب هل انت بتصلي بتوبة؟ هل انت شايف خطأك ولا مش شايفه؟ هل واقف في حضور الله بتأدي واجب كفريسي، ولا انت مقتنع انك وحش؟
هل وصلت في توبتك انك دريان ان كل الناس احسن منك، ولا لسه شايف نفسك احسن من كل الناس؟ فرق كبير قوي بين صلاة اللي شايف نفسه اوحش واحد وبين صلاة اللي شايف نفسه احسن واحد. فرق السماء من الارض او السماء من الجحيم. لان اللي شايف نفسه احسن واحد ده مصير وحش، لكن اللي فعلا مقتنع انه آخر الكل وأوحش الكل وبيقدم توبة حقيقية وكل اللي طالبه رحمة ربنا، الصلاة دي قوية وتفتح السماء وتفتح قلبه لتعزيات واستماع صوت الله وقيادة الروح القدس وبركات وغنى سماوي يحكوا فيه القديسين كأنك بقيت موسى النبي. بس إمتى؟ لما تصلي بتوبة. أنا استغرب إن ناس كتيرة تقول إيه، إحنا بنلوم ربنا في الصلاة. تلوم مين يعني؟ بتلوم مين؟ يعني إيه تلوم ربنا؟ يعني هو ربنا يؤدبنا عشان خلاص نقعد نغلط فيه ونتخانق معاه كأن إحنا مش واخدين حقنا؟ عاوز حقك على جهنم على طول. هو ده حق كل البشر. فالبشر اللي بيتجسروا ويلوموا ربنا وبعدين يقول لك طب ما أيوب، طب ما داود، يعني سبت الكتاب كله اللي كله خشوع وتذلل ومسكت في الحاجات دي وانت عارف اللي وراها اساسا، انت مش فاهم الناس دي كانت بتصلي ازاي. لكن عمليه لوم ربنا دي حاجه تخرجك بره الصلاه طبعا. ولا تلوم الناس. في واحد يقف قدام ربنا يشكي الناس، انت بتشكي العيال لابوهم ويفتكر ابوهم مبسوط بالشكوى؟ طب ده ابوهم. وانت عمال تشكي وتغلط فيهم جوه الصلاه تفتكر اب يعمل ايه؟ واحد عمال يعيب في عياله، فرحان الأب وهو سامعك عمال تغلط في الناس؟ ما بقتش صلاة، ده انت اتمليت إدانة جوه الصلاة، إدانة لربنا وإدانة للناس، وبعدين بتقول بصلي. انت تدين نفسك في الصلاة، يا رب أنا أسوأ واحد، أنا بحكم على نفسي، أنا تراب وتراب ملوث بالخطية. كمان في التوبة حاول دايما يعني وانت بتشكي نفسك تطلب الرحمة. طلب الرحمة غالي عند ربنا، طلب النقاوة، طلب التغيير، طلب ان ربنا يقبلك، قبول الله، دي طلبات غالية عند ربنا. كمان ذكر أخطائنا أمام الله يجعل الله يفرح بينا. ما تقف تقول له أقول لك إيه، اليوم هرب مني، ما صليتش عدل، ما غزيتش روحي، غلطت في الناس، مليت إدانة، كسل شديد، الفلوس مش عارف ايه، اشكي نفسك. برضو بقت حاجة غريبة ان الواحد يجهز اعترافه الاب اعترافه. اعترافك ده بيتقال كل مرة تصلي قدام ربنا، لانه انت بتعترف امام الله قبل اب اعترافك وبتشكي نفسك في صلاتك. واذا ما كنتش بتتوب في مخدعك يبقى اعترافك ملوش معنى، لان الاعتراف امام الكاهن هو كمالة رحلة التوبة، مش هو الأساس. هو يكمل بالنعمة والحل، لكن هي التوبة في مخدعك، في شكوتك من نفسك. افحص صلاتك، يا ترى حجم التوبة فيها قد إيه؟ لما تصلي بثقة، تصلي بفرح، تصلي بتركيز، بخشوع، بالليتورجية، كمان ما تنساش تصلي بمشاعر توبة. سؤال تاني، وانت بتفحص صلاتك هل تصلي من أجل الآخرين؟ ربنا أكتر حاجة تفرحه المحبة. طيب وانت بتصلي للناس ده معنى انك بتحبهم، وأي أب يلاقي عياله بيحبوا بعض مش عاوز حاجة أكتر من كده، بيفرح جدا عياله بيحبوا بعض. وتعبير الحب أنا مش عارف أخدمهم قوي، بس يا رب اخدمهم انت. فطول ما انت بتذكر الناس وبتشفع فيهم في صلاتك، بتصلي من أجلهم، دي بتخلي صلاتك حارة طبعا. يعني الروح القدس يعني هي دي إرادته، إن الجميع يخلصون. فلما تكون صلاتك شخصية، حاجتك بس اللي بتصلي لها، موضوعاتك بس، مشاكلك بس، الحياة دي أنانية، صلاة إيه دي؟ وياريتها أمور روحية حتى من أجل التوبة، لا دي غالبا أمور جسدية. كده أنت مركز مع نفسك قوي، كده أنت لسه ما تعلمتش الصلاة. الصلاة الحقيقية، يا رب فلان تعبان وفلان مشكلته كبيرة أكتر من مشكلتي وفلان خدمته أصعب من خدمتي، خليك معاه،
يبقى هنا الصلاة من أجل الآخرين تعمل طعم جميل للصلاة. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. ناس تسهر عشان تصلي لغيرها واثقة ان الصلوات دي هتحميهم وتغطيهم وتكترهم وتكبرهم وتنجيهم وكل حاجة تمشي حلو. يا ترى انت بتصلي جزء كبير من صلواتك من اجل الاخرين؟ ولو صليت للي بتحبهم بس اي فضل لك؟ طب الناس بتدعي لبعض. لا، صلي للي مش عارف تحبهم، دول اولى بصلاتك، ده انت محتاج دي اكتر من اي حد، انك تذكر اللي تعبينك قبل اللي بيحبوك وتذكرهم بحق كده. يا رب احميهم، بارك لهم، صلح حالهم، نجيهم قبل ما تذكر حتى صلاتك لنفسك. اذكر آلام الآخرين بدل ما تركز في آلام نفسك. اللي صعبان عليه روحه ومركز مع ألمه محبوس جوه نفسه حتى جوه صلاته، مش بيعرف يتعزى. اللي بيتبنى آلام الناس ده اللي بيطلع فرحان قوي بصليب ربنا لأنه شايل صليب العالم كله. لما تصلي من أجل أعدائك بنقاوة ربنا يحط سلامه في قلبك، تحس أنك أنت ولا فارق معك حاجة أبدا، وأنت اللي كسبان على طول الخط من اللي بيحصل. من ضمن النقط اللي عاوزين نفحص نفسنا عليها في الصلاة، وياريت الكلام اللي بقوله يبقى كلام عملي، الواحد كده ياخد النقط دي ويفحص صلاته. زكاة الصلاة أهم حاجة تتعمل وهي العلاج، مش نفحص كده ونراجع العلاج ده بناخده صح ولا مش صح. هل تصلي بشكر وتسبيح؟ كمية الشكر اللي في صلاتك إن كانت كلمات أو أفكار أو مشاعر، لأنه الشكر ده حاجة جميلة جدا في الصلاة ومهم جدا، والكتاب وصى بيه كتير. شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. لما تقول له أشكرك يا رب، بحبك يا رب، كتر خيرك يا رب، ما استاهلش نعمتك يا رب، تفضل تشكر، تقول بقى زوكسا باتريما دي شكر، أجيوز دي شكر، مستحق وعادل دي شكر، في سجدات شكر. اعترفوا للرب لأنه صالح، يعني بتعترف بفضله، سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا. يبقى هنا الصلاة اللي مليانة تشكرات دي صلاة غنية جدا. يا ترى صلاتي فيها كل الشكر ده؟ لأن اللي عنده قناعة وشكر هيبقى عنده الباقي، هيعرف يتوب حلم، هيصلي فرحان، هيثق في ربنا قوي، هيذكر الناس المتألمة والبعيدة عن ربنا، هتلاقي كل النقط التانية بتيجي لوحدها. التسبيح يجعلك مرشح للسماء، لأن في السماء بيسبحوا. كمان الصلاة بشكر بيشيل حاجات كتيرة قوي، أمراض منتشرة جدا اليومين دول. لما تشكر كتير تلاقي القلق يروح، الخوف يروح، الحزن الرديء يروح، الغيرة المرة تروح، الكآبة عموما تروح. طب ما احنا كل ده بيحاربنا، يبقى انت محتاج تشكر اكتر من كده. حتى لو بتزق نفسك زق على الشكر والتسبيح، بعد شوية هتلاقي ده دواء، ودواء قوي جدا، انك انت بقى تبقى طاير زي الملائكة اللي ما بيحسوش بالحاجات الوحشة بتاعتنا دي، لا في شك ولا حزن ولا كآبة ولا هم ولا غم ولا كلام من ده. كمان لما تشكر على الناس، تشكر على كل الناس اللي حواليك، واشكر على المشاكل. أي مشكلة تشكرها تتحول إلى بركة. طب دي معادلة سهلة أوي وجميلة، خلاص أهلا وسهلا بالمشاكل، هنكسب هنكسب، بس نحط عليها شوية صلاة كده وشوية شكر حلوين، خلاص المشكلة دي قلبت خير. وده اللي بيحصل فعلا كل يوم، بس احنا للأسف مش مصدقين كفاية. آخر نقطة عاوز أقولها لكم، يا ترى وانت بتصلي بتطلب السماء ولا لا؟ احنا كل صياماتنا وصلواتنا وقراياتنا وخدماتنا غرضها ايه؟ نروح السماء. تصوروا ان اغلب المسيحيين في صلواتهم مش بيطلبوا السماء، وبيطلبوها وهم مش مركزين في الطلب، لكن يطلبوا الطلبات التانية وهم مركزين. حتى الخدام عاوزين الخدمة تنجح، طب مش نطلب السماء؟ ايه الخدمة تنجح؟ هو بزنس؟ احنا في الاخر عاوزين السماء لينا وللناس.
اللي فاقد البعد السماوي في صلاته نقصه حاجة كبيرة قوي. إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، كأنك كده عاجز وأكتع ومش عارف تتحرك من مكانك. أنت بتطلب ملكوت الله فعلا وبره زي ما الصيام علمنا، بتطلب نعمة ربنا، بتطلب إنك تقضي الأبدية مع المسيح، بتطلب يبقى لك نصيب مع القديسين والشهداء، بتطلب لنفسك الحياة الأبدية والكل اللي حواليك، بتصرخ اهدينا إلى ملكوتك جوه القداس وبره القداس، ولا الطلب ده مش في دماغك؟ افحص صلاتك كويس، لأنه الآباء القديسين لما يصلوا يسيبوا كل حاجة ويزنوا في دي بقى، عاوزين السماء زي العيال كده، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. يعني النهاية جاية جاية، والعالم هيمشي هيمشي، وإحنا كلنا هنمشي. طيب ما نركز في المفيد. إذا كان صلاة تجيب لنا الحياة الأبدية، اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، وكل من يسأل يأخذ. طب يسأل إيه؟ يسأل السماء. اديني يا رب الحياة الأبدية، اديني خلاص، خد يا حبيبي. يبقى مش معقول نبقى عندنا الفرصة البسيطة دي ان نطلب السماء، يقوم ربنا ينعم عليا بالحياة الأبدية وانا اطلب حاجة تانية. يبقى فعلا مخي بقى مش مظبوط. وهذا اللي مركز في طلب السماء لو خدوا منه حاجة في الأرض ما حسش بيها خالص. شوفوا أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ياما راحت منهم أراضي وأبيار وبتاع، ولا كان يبصوا فيها ولا يحسوا بقيمتها. ليه؟ ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبريها هو الله. يبقى اللي مركز في طلب السماء، الأرض صغيرة في نظره، والفلوس دي أي كلام في نظره، المشاكل كمان تتضاءل. ليه؟ هي المشكلة تقدر تعطل السماء؟ لا ما تعطلهاش. المشكلة هتخلينا نصلي، نحب بعض، ونغلب المشاكل بالصلاة والحب، ونطلع السماء. وإن كانت ضيقت علينا العيشة كويس، ما هو الباب ضيق، يبقى احنا ماشيين صح. أحبائي محتاجين نفحص صلواتنا، فلننظر كيف نصلي، مش بس ماذا تصلي، لا كيف تصلي. الوقفة اللي قدام ربنا يا ترى مليانة كسل، مليانة سرحان، مليانة افتخار، مليانة رخاوة، ميوعة، مليانة ضجر وملل، كل ده حاجات تهين جمال الصلاة وتضيع حلاوة الصلاة. فحص الصلاة ممكن يعمل تغيير كبير قوي في موقفنا من ربنا، في برنامجنا الروحي. مش لازم نزود في عدد الصلوات، لكن مهم ان احنا نراجع تاني كيف نصلي. لان ربنا الفريسي اداله صلوة طويلة ما عجبتوش، العشار صلاته صغيرة بس عجبت ربنا. مش معناه انه ما نصليش كتير، لا، كان يقضي الليل في الصلاة المسيح، وفي الصباح باكرا جدا يخرج إلى موضع خلاء ليصلي. الصلاة بالوقت كمان مهمة، لكن المهم القلب اللي ورا الصلاة والخشوع اللي في الصلاة. تعالوا نراجع كده، احنا خدنا 8 نقط أساسية تستحق أن نفحص صلواتنا عشان نتمتع بمعنى ربنا مش سيبني ومش هيسيبني أبدا، لأني ببساطة بصلي بس كده، مش لأني كويس، لأني بصلي فمش هيسيبني. 1، أنا بصلي بثقة وبرمي عليه كل حاجة، صغير قوي أنا وهو كبير قوي، فكل الحمل عليه. 2، بصلي بفرح لأني بتواصل مع الكبير قوي، وفتح لي ودانه وقلبه وبابه، فأنا مني ليه على طول، فده شيء مفرح جدا. بصلي كما يجب، زي ما أمي الكنيسة بتعلمني المزامير والتسابيح والقداسات، وهو ده اللي بيديني غنى الصلاة. بصلي بسجود وخشوع، وده معناه في تركيز وفي رهبة وفي جدية في الصلاة. بصلي بتوبة، دايما شايف نفسي آخر الكل، محتاج التذلل والمسكنة، وإن أنا بطلب رحمة ربنا زي الشحات اللي بيخبط على بابه، وده مش مهين لكرامتي، ده هو ده اللي يديني كرامة حقيقية قدام ربنا. بصلي من أجل الآخرين، لأني لو بحبهم بجد أصلي لهم من قلبي، وهغلب قلبي وأصلي لأعدائي عشان أفرح ربنا.
نفحص صلواتنا على الشكر والتسبيح، كمية الشكر والتسبيح في الصلاة شكلها إيه؟ ولا الشكوى هي اللي غلب على صلواتنا؟ خلينا نشكر لأنه في نعمة كبيرة قوي إحنا مش دريانين بيها بسبب قلة الشكر وقلة النظر. أخيرا فلنفحص صلواتنا على طلب السماء، قد إيه مركزين في الحياة الأبدية، قد إيه متمسكين بالسماء، نصيبنا الحقيقي ياخدوا الدنيا زي ما ياخدوها لكن نصيبي أنت يا رب، قالت نفسي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.